والمبيت بالنية من قبل. وقضينا أن أو طلبنا أن يقضى في هذا الأمر بشكل ممنهج، وقلنا أن رئيس الوزراء نتنياهو وأن باقي أعضاء الحكومة يجب أن يوقفوا هذا، وأنهم مجرمي حرب وأنهم متهمون بالإبادة الجماعية، وأن العالم كله يجب أن يدينهم بهذه المجزرة، وأن هذه المقدمات يجب أن تبحث. أن نحن أظهرنا أنه تم تدمير الناس، تم تدمير الإنسانية، وتم تدمير المباني والحيوانات، وليس فقط نحن فقط أرسلنا رسالة وضربنا مثالا بما يجب أن يحدث. نحن فقط أشرنا إلى أمر يجب أن يقف العالم وأن يسرع لإيقاف هذا القتل، إيقاف قتل الأطفال، إيقاف قتل الحيوانات وما رويته من قبل. فبالتالي فريقنا القانوني كان لم يكن يتكلم من جانب سياسي، ولكن نتجنب من جانب حقائق. فريقنا قد فضح أموراً قد عبرت عن وجود إبادة جماعية في غزة، وهذا هو الجزء الرئيسي لما مثلناه يوم الخميس الماضي. ولكن أيضاً قضايا الإبادة الجماعية التي نعرفها قد أثرنا أموراً أيضاً لتطرح على الملأ، وهذه الأمور الرئيسية كانت عاجلة، وهذا يشمل وقف إطلاق النار، فبالتالي يتوقف قتل الأبرياء، وهذا وأن يسمح للمساعدات الإنسانية بالدخول عبر الطيران لغزة، ويجب على القوات الإسرائيلية أن تسمح بذلك.